الخوف من الأغلبية يفقد صواب الوحوش الكاسرة، والصدر يتحدى مشانة بالموت تهدد. تعددت الأسباب والتهديد واحد، هكذا يقرب لسان حال اللي يتابع سيرة السيد مقتدى الصدر مع التهديدات اللي يتعرض لها، وآخرها اللي حكى عنها بتغريدته الأخيرة. شنو الصاير وشنو علاقة التهديد بالأزمة السياسية الحالية؟ خلونا نشوف. اللي لازم نعرفه أنه سيد مقتدى مو أول مرة تصير وياه، يا ما تهدد ويا ما مهد لأتباعه باحتمال مقتله، ويبدو هذا هو نهج اللي ورثه عن عائلته، وأكبر قرين عليه هو ارتدائهم الكفن، بمعنى أنه آل الصدر دائما مستعدين للقتل. بالنسبة للسيد مقتدى، مواقفه الحادة سوت له واي خصوم، خصوصا داخل المكون الشيعي اللي يشهد صراع دامي على تمثيل المكون. لكن بالعادة السيد أغلب الأحيان يعدل بمواقفه باللحظات الأخيرة بسبب شدة الضغوطات اللي يتعرض لها، فهل ينطبق هذا على الأزمة الحالية؟ كلا، بالأزمة الحالية واضح أنه الضغط ما جاي يجيب نتيجة، لا ضغط طهران نفع ولا ضغط قوى الإطار فاد، بل حتى الشركاء السياسيين الكرد والسنة رفعوا الراية البيضاء أمام إصرار الصدر. أما أغلبية أو قبول بقوى الإطار باستثناء المالكي أو ترك كل شيء والذهاب إلى المعارضة. بالنتيجة سبب التهديد هو الإصرار على هذا الموقف، حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، وانتوا اللي تهددون كافي تهديد ووعيد، ما راح نعيد البلد بيد الفاسدين ولا نبيعه لمن خلف الحدود. هذا هو الموقف، فماذا عن ردة فعل الخصمين اللدودين نور المالكي والشيخ قيس الخزعلي؟ بالنسبة للمالكي، الرجل رد بتغريدة طالب بها بتحقيق القضاء، واستغرب تكرار الحديث عن تهديدات بدون تقديم أدلة. المالكي أضاف إنه إذا التهديد صحيح فيجب تقديم أدلة للقضاء، وإذا ما ثبت بأدلة قاطعة فعلى القضاء محاسبة من يروج للتهديد منعاً لإرباك الأمن والاستقرار. موقف مشكك واتهام مبطن للصدر بكونه يحاول إرباك الوضع الأمني والتسبب بفتنة واحتراب داخلي. والسؤال هنا هو شلون ممكن القضاء يتأكد من هيج تهديدات، خصوصاً إنها تحيل لقضية سياسية مو جنائية يا جماعة. أما الشيخ الخزعلي فتناول القصة من غير زاوية. الشيخ قال إنه اللي أوصل التهديد هي شخصية معروفة بعلاقاتها الخارجية، والهدف هو إيقاع الفتنة شيعياً، وكأنه الشيخ الخزعلي يحاول زعزعة ثقة السيد الصدر بالدائرة المحيطة به باستعادة القول المأثور لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن. النتيجة اللي حدث برأيه هو دليل على أنه مشروع إيقاع الفتنة ما زال قائما ويجب الحذر منه. هسا الخلاصة، الخلاصة إن الوضع خطير، وقصة التهديد
تنطي دليل جديد على أن الأمور بين الصدر والإطار وصلت لحافة الهاوية وصار بيها تهديد مباشر أو غير مباشر. وخلافاً للمرات السابقة يبدو أنه السيد هالمرة مستميت وما ناوي يتراجع، وإذا بقت الأمور على هالمستوى فإحنا رايحين لأخطر أزمة تمر بالمكون الشيعي وباستقرار العراق ككل. بالنتيجة مثل ما بدينا ننتهي، لكن هالمرة خلينا نقول تعددت الأسباب وأيضا الأساليب تعددت، لكن التهديد واحد. التهديد هذه المرة للجميع مو بس للسيد مقتدى، لازم توصل هذه الرسالة. التهديد للجميع.